أهلا بكم مشاهدينا في هذا العاجل. رئيس نادي أولمبيك أقبو كريم تاقا يرد على الإرهابي فرحات مهني ويدحض ادعاءاته. رئيس أقبو أكد أن الفريق الذي لم يتردد لاعبوه في هجر الملاعب للانضمام إلى ثورة التحرير لن يكون أداة في يد الانفصالي فرحات مهني، وأوضح بأنه فوجئ بمقطع فيديو نشره الانفصالي فرحات مهني أعلن فيه أن النادي وأنصاره متعاطفون مع حركته. هذا الشخص غير المسؤول، نسي أن مؤتمر الصمام الذي وحد الشعب الجزائري عقد على بعد خطوات قليلة من أقبو. رئيس أقبو أكد إدانته وإدارة فريقه بشدة لهذه التصريحات التي تلزم سوى صاحبها، وبأن ناديه رياضي بحت بعيدا عن أي لون سياسي، وقال: نحن لا ننكر أمازيغيتنا، ولكننا قبل كل شيء جزائريون وفخورون بأن نكون كذلك. رئيس أقبو توعد بمنع أي شخص من استخدام الفريق لأغراض سياسية، وأكد احتفاظه بالحق في مقاضاة أي شخص يضر بمصلحة النادي. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العاجل، سلام. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.